الآن هذه وحصرياً النسخة للاستماع فقط. همسة جميع الحقوق الجديدة أهلي على المثل كفنان مواليد ملكة تخرج ملكة. أشكر الخلق وله لون حنا وكتبت الكلمات العامة والخاصة لا يقيم فيك القصير 055-877 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 06-965-667-88-88. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات. ليس الوحيد ولكن المرأة في مهار في مهار يا مهار يا الدبلوماسي يا العروس السر والرقم القياسي في مهار بسلمي حق الأماسي تغنى في فرحها وانتباهها المنصة كان صار الوضع صار الوضع جدي 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 لعبت على المها كل يهدي يعلموها الحضارة الندى التحدي بس حتى لبين العرض وها العيون وبالخدود وبالزداية بس قطر لزينها بالموسم مايل والوصوف اللي لها كل الهوايل انت حتى يا وي المهارة وسع النمها والجديد اللي على مستج تغنى اشكر خلقه وله دون حنا لا يتم فيك القصيد اللي يغنى انت يم المفردات ومحتواها المها عند الممارة اللي رقد وكل اللي مزين والعذارة والعذارة من تحد منك خساير هالدبارة الجمال اللي بها زيد حلاها ولا حضرت يا مها وبالمنصة كنك كتب بعرش الجمال فين قصة الجمال اللي كتبناه نخصة جالب امها ما هي جدايد امك اللي الليل امك اللي جابتك يسعد مساها اذكر الله واذكر الله واذكر الله سيحرسك من كل عين وكل عله الجمال اللي لا شفته ما تمله على عيون الناس يا رب تحماها بنت قام صيدهم فرد الثريا من رجال سمحي للمحيا المريح الطالي سلمح للحمية الرجال اللي تقدم انتصاها بنت رجالين على رد الوزن محزم يفي على اكبر المحازم الطيب وعند الشدايد رجل حازم داع 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 جمال سمعته نسمع صداها ويا الفخامة هو الحضور الدبلوماسي ويا العروس الزين والرقم القياسي اي مهاب انت اللي حقنا الاماسي انت غنى بفرحها وانتباها بالعيون وبالخدود وبالجداير تسقط اللي زينها ناموس مايل والوصوف اللي بها كل الهوايل انت حتى يا مها سعد مضاها كل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات